السلام عليكم ورحمة الله. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. الكلام على أهمية حلية اللحوم. الكلام كله على 4 نقط. الإسلام حرم على المسلم مجموعة من الأمور، من ضمنها اللحم الحلال المذكى بالطريقة الشرعية، غير ذلك غير محلى. طبعا هنا 3 آيات من 3 سور: المائدة وسورة البقرة وسورة الأنعام. هذه مو صدفة، كلها علاقة بالمأكل أو اللحم. مائدة مأكل، البقرة مأكل، ولحم الأنعام مأكل، مو صدفة. النقطة الأولى الأسماء السور المتقاربة. النقطة الثانية اشتراك أجمعت الثلاث الآيات على نفس الأمر. البداية التفصيل، نوع الذي يؤكل أو الذي يحل أو لا يحل. الآية الأولى المائدة بيّنت 11 أمر: الميتة، الدم، لحم الخنزير، أهل لغير الله، أم الخنقة، المقودة، المتردية، النطيحة، أما أكل السبع، وما ذبح على النصب، وإن تستقسموا بالأسلام. طيب، النقطة الثانية أجمعت على أقل شيء 3 أمور المهمة: الميتة، الدم، ولحم الخنزير. الآية الثانية: الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة دما أو لحم الخنزير تكررت متشابهة وليس بصدفة. أجمعت هذه النقطة الثانية، أجمعت على التفصيل والنوع. والنقطة الثالثة هي أن يكون الذبح لله، هذه واحدة. الآية الثانية: أما أهل به لغير الله. الآية الثالثة: أهل لغير الله به. تؤكد على أن الذبح يكون لله. النقطة الرابعة والأخيرة 3 آيات إضافية من سورة الأنعام، وهذه تؤكد على ذكر اسم الله باللون الأزرق. هنا تكررت 3 آيات من سورة المائدة إضافية تؤكد على اسم الله، غير ذلك يكون فسق. هذا كان واحد كررت هنا فسق، هنا فسق، رجس وفسق، وهنا فسق، غير ذلك فكأنه فسق أو رجس. وهذه أدلة من القرآن الكريم، وأفضل الأدلة أعتقد أن ما في أفضل من هذه الأدلة من القرآن الكريم.